السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. إن الأصل بعملية تعديل الموازنات هو حفظ حقوق الجميع، جميع المكونات والطوائف بما ينسجم مع مقتضيات الحاجة الفعلية لحجم المخصصات المالية. فبعد التعديلات اللي أجرتها اللجنة المالية اعترض الديمقراطي عليها، بالمقابل تسعى الحكومة المركزية إلى لملمة الخلافات من خلال الاجتماعات والمفاوضات بين الطرفين، الأمر اللي يرجح كفة الاستقرار السياسي كما يصف المراقبون، وبالتالي استمرار المفاوضات بوفود تمثل الحزب الديمقراطي إلى بغداد حالة إيجابية لها مردوداتها الجيدة على مستوى التفاوض بين قطبي الخلافات. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن المؤشرات اللي وجهها صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد العراقي أقل ما توصف أنها محاذير قلق وتشاؤم، بعد أن دلت مؤشراتها البيانية إلى تصاعد نسبة التضخم والاعتماد على النفط كمورد أساس، وهو ما أثقل خطوات الإصلاح الهيكلية وتسبب بندوب في جسد الاقتصاد، وعليه لابد من سياسة مالية أكثر صرامة تعزز المرونة وتقلل من اعتماد الحكومة على المورد الوحيد وتنوع الإيرادات المالية. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نناقشهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. على مشارف الانتهاء من تمرير مشروع الموازنة، تأتي اعتراضات الديمقراطي تغير مسارها، ومن ثم المفاوضات بينه وبين بغداد تضع الخلافات على طاولة اجتماعات وترجيحات باستمرار تلك المفاوضات بزيارة وفود كردية إلى بغداد لحين الوصول إلى صورة حل تمضي من خلالها الموازنة دون عراقيل في مجلس النواب. نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. عاهات مستديمة بين حكومتي بغداد وكردستان، فهذه الخلافات التي تثار بين الفينة والأخرى ليست وليدة اللحظة، بل هي استمرار لمسلسل لا ينتهي ما دامت المصالح هي العامل المشترك بين الطرفين. فالإقليم يحاول اغتنام حصة الأسد مقابل إلزامه من قبل بغداد بأحقية الدستور. هناك خلاف بين الأكراد وبين المركز وبين المكونات السياسية نفسها. هنا كل من يريد أن يقر الموازنة يعني تنفيذ مآرب حزبية وكتلوية، للأسف نحن نقول يجب على مجلس النواب على المالية النيابية إقرارها وبسرعة، لأن هناك مستحقات. الموازنة تخلق موجة أخرى من المفاوضات بين الطرفين لعبور عقبة النزاعات، وآخرها اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مع حزب البارتي بشأن حصة الإقليم للوصول إلى حل قبيل انعقاد أي جلسة تخص إقرار الموازنة. فاعتراض الأكراد يتطلب الكثير من المفاوضات والاجتماعات التي تعبر بالمشهد السياسي من جو التعنت بالقرارات إلى الهدوء والاستقرار لتمريرها. هناك مشاريع كثيرة معطلة، اليوم الموازنة هي للشعب وللمواطن العراقي، اليوم أكثر المشاريع هي متعطلة بسبب الموازنة. أتمنى من جميع الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية لخدمة مصلحة المواطن. أما استمرار المفاوضات يراها المراقبون خطوة إيجابية تشير إلى التوصل لقناعات حقيقية قبل قرار التمرير على حساب طرف دون آخر، وبالتالي مظلة الدستور لابد أن يجتمع الفرقاء تحتها للخروج بقرارات صحيحة وفق أطر الاتفاقات التفاوضية. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ عادل المانع نائب رئيس المرصد الوطني. حياك الله أستاذ مانع، أود أن أسأل حضرتك عن أن هناك ثمة خطوط اتفاق جديدة حول الموازنة مع الحزب الديمقراطي، أم لا زال الحال كما ترك من لحظة الخلاف؟ بدأ تحياتي لك أستاذ أحمد ولمشاهديكم الكرام أينما كان. لك كل التحايا. يعني قبل الإجابة على تساؤل جنابك الكريم، هل هناك حراك سياسي يفضي إلى حلحلة الأمور بالحوار مع الديمقراطي الكستاني، دعني يعني أقدم مقدمة، أنه لأن كانت هناك أصوات حقيقة في الأيام الماضية خالفت الواقع وخالفت الحقيقة، سواء كانت هذه الأصوات كردية بالدرجة الأولى أم غير كردية بالمقام الثاني.
الاتفاق السياسي حاول البعض أن يصوره أنه اتفاق سياسي هش، وما عمل اللجنة المالية من حيث التعديلات ما هو إلا نوع من التخلي عن الاتفاق السياسي أو نكث العهود البعض أسمى، وهذا سيؤدي إلى ضعف ائتلاف إدارة الدولة. أقول هذا الكلام طبعا مرفوض غير مقبول، وهو لا يطابق الواقع. الواقع أنه الاتفاق السياسي الذي أبرم بين الكتل السياسية التي شكلت عنوان ائتلاف إدارة الدولة هو ماضي لغاية هذه اللحظة، والكل متمسك بما وقع عليه من وثيقة. القضية الأخرى أنه حكومة السيد السوداني أيضا هي ملتزمة بكل ما وقعت عليه من اتفاقات كحكومة مركز مع حكومة الإقليم. الدليل على ما أقول على أنه الموازنة اللي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب العراقي، إذا ما سألنا الآن الديمقراطي الكردستاني اللي هو معترض على ما جاء بتعديلات اللجنة المالية، إذا ما سألناه هل توافق على الموازنة، يعني إذا الموازنة نفترض أنها قدمت كما هي كما جاءت من الحكومة للتصويت داخل مجلس النواب، هل لديك يا ديمقراطي كردستاني اعتراض على هذه الموازنة التي جاءت من الحكومة؟ الجواب بكل تأكيد لا. وأنا يعني كنت قبل ساعة من الآن مع ضيف عضو بالديمقراطي الكردستاني وتساءلت هذا السؤال وأجابني بذات الإجابة كلا. وليلة أمس أيضا كان عندي لقاء مع أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأقصد باللقاء لقاء تلفزيوني، أيضا أجاب بذات الإجابة لا. هذا يعني على أنه الحكومة لم تتنصل عن ما اتفقت عليه، والاتفاق السياسي ضمن داخل الموازنة، يعني ليس هناك نكثا للوعد أو العهد أو ما اتفق عليه. هذه القضية يجب أن تكون حاضرة في الأذهان. عندما نتحدث عن التعديلات اللي أجريت من قبل اللجنة المالية وأثارة حفيظة الديمقراطي الكردستاني، ويتعكز البعض على أنه مو أكو اتفاق سياسي، لماذا هذا الـ هذا الـ هذا التعديل؟ أقول وبكل صراحة الجواب، يعني الآن احنا نتحدث في نظام أولا ديمقراطي، اثنين نحترم أصحاب الرأي حتى لو نختلف معهم ولكن نحترم رأيهم. طيب. إذا كان الاتفاق السياسي يمضي إلى أن يجبر مجلس النواب العراقي أن يصوت على الموازنة دون تعديلات كما جاءت من الحكومة بناء على ما اتفق عليه قبل التصويت على الحكومة، يعني هنا راح نسلب النواب حقهم في إبداء الرأي، حقهم في ممارسة دورهم الطبيعي داخل البرلمان، وبالتالي يصبح البرلمان ما هي عبارة عن بيادق تحركها الإرادة السياسية. ولكن لما أستاذ عادل يعني يكون أنه اتفاقات سياسية من جهة ووجهات نظر حضرتك عبرت عنها، شلون راح نفسر أنه أكو أطراف ما تعتبرها وجهة نظر، تعتبرها خلينا نسميها بالأسماء، السيد بارزاني يعتبر أن عملية التعديلات هي عملية لي أذرع، في حين تؤكد اللجنة المالية أنها ضمن مسارات الدستور والقانون و تهدف لإضفاء الشفافية في عملية الإنتاج والتسويق النفطي. هذا الكلام يا سيد الفاضل أيضا عليه ردود كثيرة، ولعل أفضل الردود لو كان هذا الكلام أو هذه التعديلات اللي جاءت من اللجنة المالية في قضية الموازنة بشأن حصة إقليم كردستان، يعني بمعنى الأخوة الكرد بأجمعهم، نقول أنه هذا الكلام صحيح، لأنه هذا استهداف مكون من المكونات، استهداف منظومة من 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 الشعب العراقي، هذا هنا يكون الكلام متوازن وسليم. ولكن ما حصل هو خلاف ذلك. أولا لم يكن استهدافا لمكون برمته، لم يكن استهدافا إلى حزب دون آخر. اللجنة المالية مشكلة من مجموعة من نواب الإطار التنسيقي من ائتلاف إدارة الدولة، دعني أقول الشيعة والسنة والكرد، ما هو الأخوة الكرد من ممثلين الاتحاد الوطني وممثلين الأحزاب الإسلامية وحتى موجودين داخل اللجنة المالية،
يعني هذا ما أثار حفيظة الاتحاد الوطني، التعديلات لم تثر حفيظة الاتحاد الوطني، هذا واحد. القضية الأخرى لا، بل ذهب الاتحاد الوطني اللي هو جزء لا يتجزأ من منظومة إقليم كردستان أنه يقترح استرداد 10% من الموقوفات المالية اللي تسمى بالادخار الإجباري في حكومة إقليم كردستان، وإن كانت هي لها تبرير يعني من 2014 ولغاية يومنا هذا يبررونها بتبريرات، هذا رأيهم الشخصي وشأنهم الداخلي يعني كمنظومة إقليم، ولكن هذا أيضا شريك في صناعة القرار الكردي، شريك في الحكومة، شريك في البرلمان، مجلس النواب أيضا يجب أن يؤخذ برأيه. ولهذا أقول القضية هي فنية بحتة وليست سياسية. ما دام أن القضية فنية بحتة خلينا نأخذ رأي الدكتور محمد عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة دهوك، ينضم معنا عبر سكايب. دكتور محمد حياك الله، إذا كنت تسمعني بصورة جيدة، هناك مصادر تتحدث أن الإقليم قد يذهب لسحب اعتراضاته على الموازنة مقابل التسوية السياسية مفادها التصويت على الموازنة، شريطة دفع الحكومة الاتحادية للغرامات المالية اللي فرضتها تركيا مؤخرا على سلطة الإقليم، ما رأيك بهذا الطرح؟ مساء الخير، تحية طيبة لك لضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. رغم سوء الصوت بحسب ما فهمت، إذا تسمح لي بمقدمة جدا قصيرة، يعني لاحظ بشكل عام النظم البرلمانية اللي تكون برلماناتها متعددة الأحزاب تخلق الاستقرار من خلال ائتلاف كبير يدعم رئيس الوزراء، يدعم الحكومة، المشاريع، يمرر المشاريع الآتية من الحكومة وأي مشاريع أخرى قد تأتي من المعارضة يحاول يعرقلها في البرلمان كي لا يكون عبء على الحكومة وبالتالي تفشل الحكومة. بمعنى آخر، الالتزام بالوعود والمواثيق التي بناء عليها شكلت الحكومة في داخل هذا التحالف هو اللي يجلب الاستقرار للبرلمان أولا، للحكومة ثانيا، وللشارع ثالثا. للأسف نحن في العراق عندنا سابقتين سيئتين. السابقة الأولى من حيث عدم الالتزام بالوعود والمواثيق، ما يخلق حالة عدم الاستقرار وحالة عدم الثقة ببعض. الموضوع الثاني بالذات في موضوع الميزانية، يعني نحن لا أريد أن أقول بلد عجيب غريب، لكن نحن بلد منذ 2004 ما عندنا حسابات ختامية أخوي، يعني هذه الميزانيات كل هذه السنوات تروح وتجي ما حد يحاسب أحد عليها. فمن المفترض يعني حقيقة، وكما هو في العالم المتحضر، في العالم في الدول البرلمانية اللي نتيجة الانتخابات ما يكون عندك حزب واحد له أغلبية برلمانية يشكل الحكومة، بل الحكومة تتشكل من خلال التحالفات. هذا التحالف لازم يلتزم بوعده بكلامه، وبالذات في موضوع الميزانية. لاحظ الدستور العراقي وبناء على النقطة اللي ذكرتها يعطي مجال واحد فقط للبرلمان فيما يخص الموازنة وهو المناقلة، هنا خاصة المادة 63 من الدستور العراقي، المناقلة داخل الميزانية. الإخوان اللي سووه مو مسوي مناقلة، رايحين جايبين لك مدخلين لك أشياء بالموازنة لا غير مرتبطة بالموازنة لا من قريب ولا من بعيد. مثلا موضوع حقول النفط الموجودة في المناطق المتنازعة عليها، ومشترطين إذا حكومة أقليم كردستان ما تنفذ هذا وهذه النقطة وتلك، إذا يقطعون الرزق عن الناس، يقطعون رواتب الناس. يا أخوي ليش، شنو هذا الحقد؟ ليش هذا الحقد تجاه شعبكم؟ أنت عندك حق المناقلة، تروح تتناقش أو تشترط بمادة تتعلق بمادة أو بموضوع متعلق بمادة أخرى من الدستور العراقي، المادة المناطق المتنازعة، يعني شنو دخل هذا تجيب الدخل بهذا؟ بمعنى عندك موضوعين، يعني الأول
الجانب الكردي يرى أنه بعض الأخوة ما زالوا على تلك العقلية القديمة، العقلية اللي تحاول ما تتفاهم مع الشريك، ما ترضى بالشراكة، وثانيا تحاول تقطع، يعني تشوف حجج ومبررات تقطع أرزاق الناس. حقيقة هاتين النقطتين مهمتين. إذا كنا نريد التعايش مع بعض كإخوة، أقله نلتزم بالمواثيق والوعود، بمعنى التفاصيل اللي أدخلت في عدلت عليها على الميزانية من غير أن نتطرق عليها. مجرد قبل أن ندخل للموازنة دكتور محمد، خليني بس يعني أطرح ما تفضلت به على الأستاذ عادل المانع إذا سمحت لي. أستاذ عادل، يتفضل الضيف الكريم دكتور محمد عامر ببعض الطروحات من وجهة نظر الإقليم، وهنا نتساءل أمام إصرار البارتي على مواقفه وعدم تقبله لتعديلات اللجنة المالية، هل سيذهب البرلمان لتحديد جلسة للتصويت على مشروع الموازنة ويحقق نصاب؟ هل يمتلك الأغلبية للذهاب بهذا المسار؟ لا، ومن حيث امتلاك الأغلبية يمتلك الأغلبية، يعني ولو أراد التصويت، يعني لو حددت جلسة التصويت سيصوتون النواب بالأغلبية، يعني خلافا لإرادة الديمقراطي الكوسائي، ولكن هذا ما راح يحصل، يعني ليس هذا هو الواقع. الواقع أنه سنمضي إلى جلسة بعد الحوار السياسي الجاري الآن على قدم وساق إلى ترطيب الأجواء، وبالتالي يحضر الديمقراطي الكردستاني للتصويت بقناعات تامة وراسخة عن الموازنة. هو الهدف مو تخلي كما يعني أشار ضيفك الكريم، هو ليس تخلي عن الاتفاق السياسي، ويبدو أنه هو ما سمع مداخلتي الأولى، ودعني أعيد عليه ما قلته قبل قليل. يا سيدي الفاضل، أنه الاتفاق السياسي اللي أفضى إلى حكومة محمد الشيعي السوداني ترجم على أرض الواقع من قبل الحكومة بالموازنة. الآن هذه الموازنة المقدمة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب العراقي، هل لديكم اعتراض عليها؟ لا أعتقد أن هناك اعتراضا عليها، بمعنى أنه الحكومة الاعتراض على تعديلات اللجنة المالية، الاعتراضات على تعديلات اللجنة المالية، منهم من يرى كما أشار ضيفك على أنه مجلس النواب ليس له حق إلا حق واحد اللي هو المناقلة، ومنهم من يذهب إلى نعم هذا حق المناقلة في قضية الأموال، يعني ما رصدته الحكومة في أي قضية تجاه يعني أموال، أما إلى لا، التعديلات تأتي ضمن ذات الفقرة المالية لمجلس النواب أن يبدي رأيه، وإلا بهاي الطريقة يعني نكون احنا سلبنا حق النواب في التعبير عن ارادتهم، في التعبير عن 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 عن, عن رايهم. ولا اعتقد انه حكومه اقليم كردستان ولا رئاسه اقليم كردستان تقبل بان تهمش اراده النواب، ولكن الحديث في هذا المقام قد يطول. انا اسال ضيفك الكريم، واعتقد يعني وكم سائل عن امره وهو عالم، وانا اعرف هو يعني ايش راح يجاوب، ولكن لتطمين النفوس. الان حكومه اقليم كردستان حقها في الموازنه 12.67، لو اعطيت ال 12.67 الى اقليم كردستان غير منقوصه، دينار واحد ما منقوصه كامله، هل يتحدث الاقليم عن اعتراض على تعديلات؟ لا، هو الخشية من التعديلات. والآن لو استطاع إقليم كردستان أن يصدر نفطا، الآن ما يقدر يصدر نفط، لا تركيا تستقبل ولا يعني قرار المحكمة الاتحادية يجب أن ينفذ، ولا القرار الدولي في قضية باريس. الله يخليكم. شون الصوت مدى يسمع بصورة واضحة الدكتور محمد عامر، وبالإضافة لما تفضلت به أسألك. نعم الصوت، نعم، استطيع اسمع الاستاذ عادل بشكل طيب، المناع بشكل جيد. طيب دكتور محمد، الاستاذ عادل المانع يعني يتساوق رايي مع راي حضرتك باتساق متماهي. تسمعنا الان جيدا؟ لا والله صوتي الداخل وعنده صدى، ما اسمع. هو من على الصوت يصير بها صدى اللي يرجع الصوت لحضرتك. على اي حال، قرارات المحكمه بالاضافه الى كل هذه الإشكالات
نضيف لها متغير آخر، قرارات المحكمة دكتور محمد اللي حولت حكومة إقليم كردستان إلى تصريف أعمال بهذه الحالة، هل زادت التحديات أمام إقليم كردستان؟ مسارات البارتي والحصول على ما يريد كيف ستكون؟ يعني إذا قصدك قرار محكمة الأخير، حقيقة بشكل عام نقول المبدأ هو أنه تجري الانتخابات في أقليم كردستان. الانتخابات أخرت، أجلت لمدة 6 أشهر وتم تمديد عمر البرلمان، لكن الأصل هو إجراء الانتخابات. أي قرار أو أي رأي يدعم إجراء الانتخابات في أقليم كردستان هو مرحب به وسيكون له تأثير جيد. والقرار الأخير لهذه المحكمة أيضا لا يحمل في طياته منع أقليم كردستان من إجراء الانتخابات. أتمنى أن أكون فهمتك صح وجاوبت على سؤالك. وأيضا تحدي آخر أستاذ عادل، دخلنا في منتصف السنة المالية، لا موازنة لحد الآن، أمام هذه التقاطعات، هل يهدد هذه التوقيتات الزمنية تهدد البرنامج الحكومي؟ لا 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 لا، يعني أرجو أن لا يكون هناك تخوف لا من قبل الشارع ولا من قبل المراقبين للشأن السياسي. الموازنة ستقر، ما هي إلا أيام معدودة إن شاء الله، وتقر الموازنة ونمضي. ولكن يعني الظرف اللي تشكلت به الحكومة وما أنتجت الحكومة اللي أخذت يعني مساحتها الكافية في إعداد الموازنة، وإن كانت هناك مؤشرات كثيرة على الموازنة، ولكن يعني نريد أن نمضي. وقضية أنه الموازنة لثلاث سنوات أيضا أخذت جدلا واسعا وكبيرا، وهي طبعا تبقى إرادة مجلس النواب في تحديدها لسنة أو 3 سنوات، ولكن على الأغلب أنها ماضية هي لـ3 سنوات. هذا كله يعني أوصلنا إلى أنه أن نصل إلى الشهر السادس ولم تكن الموازنة مقرة من قبل مجلس النواب العراقي. التجاذبات كثيرة حول موضوعات الموازنة. دكتور محمد عامر، الجميع متجه لمسار واحد وهو المضي نحو الموازنة، ولكن الحزب الديمقراطي لديه تخوفات، مرة من العزلة السياسية، مرة من اتفاقات سياسية أخرى. هل سيلتحق ضمن هذا الركب اللي نقصد به ائتلاف إدارة الدولة؟ سيتفق مع المتفقين؟ يعني لاحظ أخوي، سواء الديمقراطي الكردستاني أو حكومة أقليم كردستان، نعم، المفروض أول شيء نسأل بعض شنو نريد من بعض. تمام. بتصوري مطالب واللي يريده أقليم كردستان ما تخرج من 3 نقاط. نعم. أولا إعادة الناس المطرودة والمغتصبة ديارها إلى ديارهم. ثانيا عدم التلاعب بقود الناس. ثالثا قبول بعض على مبدأ الشراكة. يعني بالله هذه شروط تعجيزية يطلبها أنت كالمستمع، أنتم كمواطنين شقيقين أخوين مع بعض في بلد واحد. يعني أقليم كردستان شنو يريد؟ يقول لك يابا عندنا ناس صدام حسين اغتصبهم وطردهم من ديارهم، ذولا نريد نرجعهم يرجعوا لديارهم. هو المشكلة مو يمنا، الأخوة المشكلة يمكم، المشكلة بشريكك الآخر، لأنه هؤلاء الناس يرجعون إلى ديارهم سواء في كركوك أو في شنغار. وفي الحالتين مرة عندنا اتفاق موقع بين حكومة أقليم وحكومة الحكومة الاتحادية، ومرة عندنا الدستور العراقي. يعني إذا نتفق على أشياء وما نلتزم بها، خاصة أشياء تخص المواطن وهو شقيقكم، كل ما في الأمر إنه الله خلق كردي لأنه يتكلم كردي ما لازم يرجع على دياره. يعني إذا نتكلم مع بعض بهذا النفس أكيد الأمور تكون صعبة. أو لنأخذ على سبيل المثال موضوع الميزانية. أخوي حكومتين ما يتفقون مع بعض، عندهم خلافات قانونية لأنه الدستور ما طبقنا. بالعراق
ما اجرينا الاحصاء، والسبب حقيقه الحكومه الاتحاديه. زين ما يتفقون على نسبه الاقليم، ليش يهددوني انا باقليم كردستان يقطعون رزقي؟ انا مو اخوكم، انتم تقولوا لي مواطن وعراقي. زين الحكومتين ما متفقين مع بعض بسبب خلافات او عدم تنفيذ مواد من الدستور. ماكو الاحصاء، ما سووه، دوله ما بها احصاء، مختلفين على النسبه. لانهم مختلفين على النسبه يجون يقطعون راتبي. والمبدا الثالث يعني حقيقه مبدا الشراكه. اذا احنا صدق شركاء بهذا الوطن، اذا يعني ما يصير طرف منا يفرض آراء أو إرادته على الشريك الثاني. إذا بهذه النقاط الثلاثة حاولنا نكون منصفين مع بعض، المواطن الكردي ما نلعب بقوته، المواطن الكردي المطروب من دياره. لا أستاذ أحمد، خاف ما يسمعني، يقول له منو تقصد بالشريك؟ هذا يذب اللوم على من؟ إلى ديارهم أكيد. خليني أستاذ عادل أسألك دكتور، من الشريك اللي تقصد به؟ الشريك اللي تقصد به من هو الشريك؟ لاحظ أخوي، إحنا على أساس متفقين العراق يكون وطن للكل ونحن شركاء، ثم بيننا دستور يحدد كيفية حصة كل شريك من الثروة العامة من هذا الوطن. يعني سواء المركز والإقليم تقصد به حضرتك دكتور، أو نفط بصرة، ما قاطعين عليك، الأنبار هو طيب. للكل نعم الشريك. إذن الشركاء هو المركز والإقليم حسب تعبير حضرتك. وفي خلي نفسح المجال أستاذ عادل حتى لديه تعقيب على طرح حضرتك في دقيقة لو سمحت. أثقلت عليكم؟ لا بالعكس، طروحها جدا راقية دكتور محمد، ولكن أفسح الدقيقة الأخيرة للأستاذ عادل مانع الذي تعقيب على كلام حضرتك. تفضل دكتور. أولا تحدث جنابك الكريم على أنه الشريك والشريك، ولم توضح الشريك منه. أنا بتقديري الشخصي أنه إذا كان المقصود بالشريك مجموعة الإطار التنسيقي، يعني اللي هم بعنوان أصحاب رئاسة الوزراء، هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه الآن الاعتراضات على موقف الديمقراطي الكردستاني يعني فيما يخص الموازنة، الاعتراضات هي من قبل من قبل الاتحاد الوطني، هو الأخ الكردي، هو ليس اعتراضا. أصحح كلامي، تفضل. نطقت بشكل غير مفهوم. أنا قطعا ما أقصد جهة معينة بالعراق، أنا أقصد نحن كعراقيين ككل، يعني ككل ما نرضى نقطع خبز البعض، نحاول نرجع الناس إلى ديارها ونقبل مبدأ الشراكة. إذا عملنا بهذه المبادئ الثلاثة ما عندنا مشاكل مع بعض. وما قصدت الإطار بالاسم أو بالإشارة، بس حتى يكون قصدي واضح. نعم واضح القصد. أتمم الفكرة أستاذ عادل لو سمحت. في أيوه، هذا ما ندفع به، يعني هذا ما ندفع به في قضية الشراكة والمواطنة. يعني لا يروح يصير اللوم على أنه أنا كردي وأتحدث باللغة الكردية، شنو ذنبي أنا قومتي؟ لا، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، هذا العنوان العام اللي الله سبحانه وتعالى دفع به. فما بالك أنه أنت من قومية وأنا من قومية، ولكن إحنا أبناء وطن واحد، أنت عراقي أولا وأنا عراقي أولا، بغض النظر عن قوميتي العربية وبغض النظر عن قوميتك الكردية، وبغض النظر عما تدين به من ديانة وعما أدين به من ديانة. فهذه الفكرة. ولكن أستاذ عادل ما يقطعون رزقي، هذه المشكلة، يقطعون معاشي راتبي الشهري، ما يقطعون راتبك الشهري. أخي أنا شخصيا دعوت مقترح ولكن لم يؤخذ به لغاية هذه اللحظة. قلت أنه المشكلة في قضية رواتب إقليم كردستان، لماذا لم تكن مركزية كمركزية رواتب موظفي المحافظات الأخرى خارج الإقليم، وبالتالي يصرف لك؟ أتفق على مبدأ الشراكة، طبعا أتفق على مبدأ الشراكة أنا وياك أنا لغاية، ولكن أنا لا أتفق على أن تلقي باللائمة علي دون وجود مبررات اللائمة. تريد ترجع لي خبزي بس بالمقابل تريد تمنع تخرج من مبدأ الشراكة، هنا المشكلة. هسه هذا نناقشه في محور آخر لربما، هذه القضية توطين الرواتب و
حصر الموظفين. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل مانعنا نائب رئيس المرصد الوطني أثريت الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا. ولهذه الإيضاحات والمداخلات شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد عامر أستاذ العلوم السياسية انضممت معنا عبر سكايب من دهوك. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريم الاستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي. حياك الله استاذ علاء ضيفا كريما. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الدكتور احمد الشبيبي الباحث الاكاديمي ينضم معي عبر سكايب من البصره. اهلا بكم ضيوفا كرام. ابدا مع حضرتك استاذ علاء، نتحدث عن مؤشرات صندوق النقد الدولي الاخيره. هذه المؤشرات كانت حول العراق، هل حاكت الواقع فعلا ام تشاءمت كثيرا تجاه الاقتصاد العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ اوجه التحيه لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناتكم الكرام. طبعا التقرير يوصف اقتصاديا انه تقرير متشائم، كون انه عرض حالات اولا تبريريه عن الواقع اللي مر به الاقتصاد العراقي خلال الفتره السابقه، وايضا منها تحذيريه يحذر انه الاستمرار برعيه الاقتصاد والاعتماد على النفط وتعطل القطاعات الأخرى له تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي. نوع التشاؤم أنه هناك توقع باستمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة العجز بالموازنة على نسبة 40%، وهذا طبعا يعتبر مؤشر سلبي على الاقتصاد العراقي، كون أنه يعتمد بنسبة 91% على الإيرادات النفطية، 9% مساهمة الناتج المحلي من ضمن القطاعات الأخرى. هذا بحد ذاته يعتبر تشاؤما لواقع الاقتصاد القادم، كون أنه العراق لا يزال يحرق الغاز. أيضا تحدث تقرير صندوق النقد الدولي عن حرق الغاز المصاحب وتأثيراته على البيئة. العقود الاستثمارية اللي لحد الآن بداياتها بتدخل حيز التنفيذ من أجل استثمار هذا المورد المهم جدا. حقيقة أيضا أشاد التقرير، رغم أنه تقرير متشائم، أشاد بإجراءات البنك المركزي ضمن السياسة النقدية بمكافحة الفساد وغسيل الأموال ومحاولة السيطرة على سعر الصرف، وهذا طبعا إجراءات بالتحول نحو الإجراءات المنصة الإلكترونية. لكن انتقد السياسة المالية كون أنه نسبة العجز في الموازنة تفوق نسبة 40% حسب التقرير. اقتصاديا نرى أنه هذا التقرير فيه نوع من التشاؤم والإجحاف، وأيضا به جانب تحذير للاقتصاد العراقي أن لا يستمر حجم الإنفاق اللي وصل اليوم في الموازنة إلى يعني يصل إلى حاجز 200 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته مرهون بتقلبات أسعار النفط، وهذا طبعا يعتبر تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي. طيب أجدد ترحاب بحضرتك دكتور أحمد الشبيبي. نتحدث عن توصيات النقد الدولي، واحدة منها هي إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتحسين الوصول إلى التمويل. هل هذا الواقع دون المستوى المطلوب أم تعتبر إجراءات جيدة من وجهة نظر حضرتك؟ تسمعني دكتور أحمد؟ الآن أسمعك واضح. نعم. الجزء الأخير من السؤال. نعم. نتحدث عن توصيات صندوق النقد الدولي للعراق، هي إعادة هيكلية أو هيكلة المصارف الحكومية لتحسين الوصول إلى التمويل، رأيك بهذه الإجراءات؟ شكرا جزيلا في البداية، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين. حياكم الله. يعني مرارا وتكرارا صندوق النقد الدولي وكل المتخصصين في المجال الاقتصادي يحذرون من تداعيات الاعتماد على مورد وحيد، والاقتصاد العراقي واحد من هذه الأمثلة. نعم، الحلول التي يعني تحاول ان تحسن من واقع الاقتصاد لا يمكن ان تتحقق في المدى القصير.
ذكر تقارير عديدة منذ العام 2013، يعني كأنما التقرير اليوم، وأقصد تقرير صندوق النقد الدولي، كرر عدة مرات دائما ما يتم تقييم وضع الاقتصاد العراقي، وبطبيعة الحال في حال لم تكن هناك نيات حقيقية وسياسات صحيحة في تنويع الاقتصاد، هذا أكيد يضع الاقتصاد كمتغير تابع للمتغيرات الدولية، وأقصد هنا تغيرات أسعار النفط، وبالتالي تكون الموازنة في موقف خطير ومخاطرة عالية جدا، وهذا ما يحصل الآن في واقع الاقتصاد العراقي. ما هو متوقع أن يكون هناك هبوط في أسعار النفط في المستقبل، لا سيما في العام المقبل والعام 2025، وهذا أكيد بطبيعة الحال سوف يؤثر على واقع الإيرادات بشكل كبير، وبالتالي يقوض من الجهود الحكومية في مجال التنويع الاقتصادي ورفع مستوى الطاقات الإنتاجية مثلا في القطاعات غير النفطية، لا سيما الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي. يعني يفترض من السياسة الاقتصادية أن تستغل الوفرة النفطية لا سيما من العام الماضي والأعوام التي سبقتها في تنويع واقع الاقتصاد غير النفطي. هذا الأمر لن يحصل بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والخلافات، ولا ننسى أيضا الفساد المالي المتفشي في دوائر القطاع العام. كل ذلك قوض من الحكومية في تطبيق سياسة اقتصادية حقيقية. نعم أستاذ علاء، تفضل الدكتور أحمد الشبيبي ب يعني هذا الناتج المحلي غير النفطي، وهنا نتساءل بحسب تقديرات صندوق النقد هنالك انكماش في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 9% كما تم تحديدها على أساس مقارنة مع الربع الأخير من عام 22. نتساءل عن بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، هل ستستأنف النمو في الناتج غير النفطي برأيك؟ طبعا هذا يحتاج انه الى رؤيه اقتصاديه معمقه لتنويع الاقتصاد العراقي وتنشيط القطاعات الاخرى المعطله ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، ومنها القطاع الزراعي اللي ما تجاوزت مساهمته بنسبه 3%، القطاع الصناعي 2%. هذه القطاعات لا تزال معطله رغم انه هناك فرصه لنمو هذه القطاعات واستغلال قيام مشاريع استثماريه لتنمية قطاع الزراعة في العراق، وأيضا تنمية القطاع الصناعات التحويلية، هذا إلى تأثير بشكل مباشر. نتحدث عن السياسة النقدية ودورها بتحقيق الاستقرار، هذا الاستقرار أيضا إلى دور بتشجيع الاستثمارات خصوصا الاستثمارات الأجنبية. لاحظنا أنه ضمن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء وحكومته الانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد العراقي، وهذا طبعا إلها تأثير إيجابي من خلال الدخول بشراكات مع المملكة العربية السعودية ومع أيضا دول الخليج العربي وأيضا طريق التنمية، وتأثير كل هذه الأمور ستدفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والتنمية. لكن هناك تباطؤ، حذر النقد الدولي بتقريره من تباطؤ النمو نتيجة أنه هذه القطاعات لا تزال تحبو بمكانها، وأيضا هناك مشاكل وأزمات تعاني منها تلك القطاعات ومنها شحة المياه. طبعا هذا إلى تأثير مباشر. اليوم لاحظنا بالوسائل الإعلام أنه هناك زيادة بالإطلاقات من قبل الجانب التركي لمدة عام واحد، وطبعا هذه هي الإجراءات التحذيرية تحذر العراق أنه يستغل هذه المياه لغرض تنشيط القطاع الزراعي ولغرض تنمية القطاعات الأخرى، كون أنه هناك أزمة مياه تهدد الواقع العراقي. دخول الاستثمارات خصوصا الزراعية في ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصاد العراقي سيكون لها تأثير مهم جدا إذا تم الإسراع بتلك المشاريع. طيب دكتور، نتحدث عن أن هنالك قرار متوقع من أوبك لتخفيض الإنتاج إلى 1,000,000 برميل يوميا، حصة العراق منه راح تكون 5%، هل سيستطيع العراق من تجاوز هذا التحدي أو التهديد، يتجاوز هذا القرار عن طريق إقناع أوبك بالتريث، أم أن ذلك غير وارد، وإذا ما طبق كيف سيؤثر؟ عفوا إذا ممكن تعيد السؤال، بصراحة نعم. حول قرار أوبك لتخفيض الإنتاج إلى 1,000,000 برميل وحصة العراق راح تكون 5%، دكتور أحمد العراق شو راح يتعامل ويا هذا القرار؟
هل من الممكن أن يتملص من هذا الموضوع، يطلب من أوبك التريث؟ إذا ما طبق هذا القرار كيف سيؤثر على العراق؟ للأسف الصوت فيه تشويش عالي جدا. نعم. ما زي أسمع. أسألك باختصار حول قرار. نعم. حتى لو قرار أوبك، يعني حول قرار أوبك لتخفيض الإنتاج إلى 1,000,000 برميل يوميا، حصلت العراق 5%. تسمعني الآن بشكل واضح دكتور؟ الآن إذا ممكن. نعم دكتور أحمد، قرار أوبك لتخفيض الإنتاج إلى 1,000,000 برميل يوميا هكذا يتوقع، وستكون حصت العراق 5% من هذا التخفيض، كيف سيؤثر؟ هذا أكيد سوف يؤثر بشكل سلبي على واقع الإنتاج النفطي، على حصة الإيرادات، وأيضا يؤثر في ارتفاع مستوى يعني الآن التقديرات تشير إلى أنه مع هذا التخفيض يفترض أن يصل سعر برميل النفط إلى 97 دولار حتى نصل إلى سعر التعادل، بمعنى تقليل مستوى العجز. وهذا يعني الأمل بارتفاع السعر يعني غير معقول ومستحيل حصوله، يعني التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تبقى ماديا 70 إلى 75 أو 74 دولار، بمعنى أنه لا توجد فوائد نفطية أكثر من 6 مليار دولار، وأقصد هنا الفرق بين سعر برميل النفط الحقيقي وسعر برميل النفط في الموازنة العامة. ومع هذا التخفيض أكيد العراق سوف يكون مجبر بحكم تحالف أوبك بلاس، وبالتالي مستوى الهوة ومستوى العجز المالي في موازنة العام 2023 سوف ترتفع بشكل أكبر، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على تنفيذ الخطط الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة. أضف إلى ذلك، ولا ننسى هذا الأمر، يعني انقطاع ومستوى أو تصدير من إقليم كردستان، هذا أيضا يعني يسبب خسارة للاقتصاد العراقي بحدود 1,000,000,000 دولار شهريا. هذا الأمر لم يكن في الحسبان. كل هذه التوقعات أو كل هذه الظروف ترفع من مستوى العجز بشكل أكبر، وبالتالي تقوض الجهود الحكومية والبرنامج الحكومي، وربما أيضا هذا التخفيض يجبر الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض. يعني كان من المؤمل ألا تلجأ وزارة المالية مثلا إلى الاقتراض كما حدث في الموازنة العامة للعام الحالي 2023 بحدود 10 تريليون من المؤسسات الدولية، ولكن مع هذا التخفيض، مع توقف الصادرات النفطية من إقليم كردستان، أعتقد سوف تتم العودة أو سوف يتم اللجوء إلى القروض مرة أخرى. النقد الدولي أستاذ علاء حذر أيضا من التوسع في إنشاء صناديق مالية خارج الموازنة، ما خطورة هذه الصناديق اللي يتم إنشائها خارج أطر الموازنة؟ طبعا هناك صناديق أعلن عنها خارج الموازنة كصناديق السيادية من أجل جعل الوفورات النفطية المتحققة، وأيضا صناديق أخرى لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. هذه الصناديق خوفا من صندوق النقد أن تستغل هذه الأموال في جوانب الهدر والفساد، وهذا طبعا للتحذير وغير مبرر في مكانه، كون أنه الكثير من الدول أنشأت صناديق خارج الموازنة لتمويل المشاريع الطارئة. وطبعا الحكومة أعلنت ضمن برنامجها الحكومي أنه إنشاء صندوق سيادي سيسهم بالإسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتلكئة اللي تتأخر تمويلها بالموازنة، فهذا الصندوق يتم وضع فيه الوفورات اللي متحققة بنسبة 5% اللي كانت تدفع ل الكويت لتعويضات الكويت. فإنشاء هذا الصندوق خارج الموازنة لا نجد أنه مبررا لهذه التحذيرات، لأن كما ذكرت في بداية الحديث أنه تقرير صندوق النقد الدولي فيه جوانب تشاؤمية وهي غير واقعية. وعندما تم التباحث بين الوفدين العراقي ووفد صندوق النقد الدولي، كم تم الدفاع عن السياسة المالية المتبعة والسياسة النقدية والبرنامج الحكومي من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي، خصوصا أنه هذه الإجراءات هي إجراءات إصلاحية تحتاج إلى جهود، سواء كانت جهود محلية وجهود دولية لمساعدة العراق للخروج من الأزمة، خصوصا أنه شهد التعافي من أزمة كورونا وبدأ يتعافى الاقتصاد العراقي، لكن سرعان ما انخفضت أسعار النفط عالميا أثرت بشكل مباشر. أيضا أعرج على كلام حضرتك وسؤالك لضيف الكريم أنه تخفيض حصة النفط العراقي ضمن منظمة أوبك بلاس
اللي قررت تخفض مليون برميل، السعودية تخفيضها كان 500، لكن تخفيض 500 على السعودية لا يؤثر. العراق بمقدار 200 بمقدار 200 ألف برميل باليوم الواحد سيؤثر على العراق بشكل كبير، لأن العراق يحاول زيادة الإنتاج للوصول إلى حصته اللي كانت في السابق، لأنه يحتاج إلى كثير من المشاريع والبنى التحتية. نعم. وتمويل هذه المشاريع متوقف على الإيرادات النفطية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكرا الموفور لحضرتك الدكتور أحمد الشبيبي الباحث والأكاديمي انضمام البصرة. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.